اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي علاقه. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على مختلف مواقعنا بالسوشيال ميديا انستغرام واليوتيوب والفيسبوك. شلون يا خمائل؟ اهلا يا مصطفى، شلونك انت؟ انا كلش تمام ان شاء الله زين. خليني بس انوه على فقره معينه، انه احنا كل حلقاتنا اللي صورناها بالاسابيع الماضيه راح تنعرض خلال شهر رمضان على المواقع اللي ذكرها مصطفى، اللي هي الانستغرام والفيسبوك وايضا اليوتيوب. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا اللي صورناها خلال الاسابيع السابقه. اكيد كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ربي رمضان ينعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. طبعا اليوم موضوعنا خوائل يتكلم على صراع الاجيال، هو يسموه اليوم اكيد حتى نحكي بهذا الموضوع. ويانا عسوله قاعده يمي فريق الشباب، انا وياك والست منى، اهلا وسهلا بيكم. طبعا اهلا بيكم، نورتونا. احنا طبعا اليوم انا ومصطفى راح نناقشكم عن الاختلاف ما بين افكارك وافكار الجيل اللي انت بيه، ما بين افكار عسل والجيل الشباب. يعني هو اكيد بعدك شباب بس لكن اكيد افكارك ومعتقداتك مختلفه. فاكثر صعوبه تواجهيها ويا عسل شنو؟ بعض الاحيان الاقناع. يعني جيل بهالوقت، يعني خاصة بعد العولمة أو بعد ما دخلنا النت ومصايب النت من فيس السوشيال ميديا بصورة عامة، هي بحد ذاتها هذا التطور أو هذا التقدم أو هاي إذا نسميها إحنا ديمقراطية، هي حلوة هي مفيدة، لكن بحجم الفائدة جقد ما تكون إيجابية جقد أكو سلبيات إلها. أسئلة زين، أنت شنو الأشياء اللي تريدين تسويها مثلاً؟ يعني ما تريدين تسويها تخافين من أدها؟ شنو؟ يعني إحنا بصورة عامة جيلنا مو الكل سواسية. صح. يعني أكو شباب ينجذبون لل مثلاً صبغ الشعر أو هواية أشياء مثل ما قلت، بس أكو ناس ثانية مثلاً آني أو مجموعة من صديقاتنا. مثلا الاشياء اللي صدق ممنوعين منها مثلا راحه المتنبي. زين عسل، ليش يمنعوش من شارع المتنبي؟ مع العلم هو ممكن يثقفك وينور افكارك، ممكن يعني يخليك انسانه مختلفه من ناحيه القراءه ويطورك اكثر. هو مو منع من اهل، هو منع من المجتمع. يعني المجتمع من يروحون يسم من اي رجال يروح شارع المتنبي بنيه هناك، لا الوضع مو مناسب لها مثلا. زين انت هسه يعني توجهك مختلف، صديقاتك مثلا اللي وياك شنو الاشياء اللي اهلهم يضايقوهم بها مثلا؟ مثلا خلينا نقول ضغط. ضغوطات، يعني مثلا احنا عندنا ضغوطات دراسه. جميل. دراستنا كلش صعبه. صح. يعني خلينا نقول مثلا احنا العلمي وغيره يكون منهج جميل، واذا تجينا تنزل لنا مواد السادس. صح. زين، فضغوطات دراسه، ضغوطات بيت مثلا، لازم البنيه تنظف وما اعرف ايش وهذه الاشياء. زين. ضغوطات تريد تنفها عن نفسها بس ما تقدر. خلينا نقول بعيدا عن الكتب، مثلا تريد تطلع مثلا ويا صديقاتها المجمع او مول او نادي او مسبح او هيك شيء، ما تقدر من وراء ضغوطات الاهل. فهذه الاشياء اكثر شيء المتكرره. ليش عيني؟ ليش عيني؟ طلقت حكينا لا صديقاته اي لمت اوكي طلعت من القلب. لا هو هو برايك يعني ليش هيك يسوون الاهل يعني غير عسوله؟ ليش هيك يكبتون عليهم؟ اقري واشتغلي وطلع ماكو، هذا يأثر على نفسية البنية. لا لا، احنا نشوف احنا بطبعنا كعراقيين يعني المرحلة اللي ربوا بها اللي هي خلينا نقول مرحلة الثمانينات والتسعينات. صحيح. اللي هي يعني بصورة عامة، وان يزعل يمكن البعض من عندي، يعني هي كانت ايام نعتبرها خير، مو من ناحية فلوس وانما نعتبرها خير من ناحية القيمة الثقافية اللي كانت متواجدة بعقلية كل عراقي. صح. صح. على بساطة، وإن كان عامل فرن هو لكن تلقى عنده ثقافة أخلاق. حلو، تشوفين أنه الوضع تغير من هذه الناحية؟ الوضع تغير نهائيا، خاصة من بعد 2000 يعني وثلاثة ودخلنا على هالنت وعلى هالعولمة انفتحنا. يعني تشوف معظم خاصة هسه اذا تيجي تقارن اخلاق الجيل هذا اللي هسه احنا وصلنا للاخلاق ونتحملون مسؤوليته. يعني هو هذا الجيل طالع من لدن تحملت مسؤوليته. خلي اقول لك مثل بابا الله يرحمه كان يقول، الله يرحم والديك، كان يقول اللي ما يربوا اهله الشارع يربيه. هاي كان قبل. هسه انت تربي ابنك
بس من يطلع للشارع الشارع يفسده. يراد شنو؟ هنا أنا اللي أنتوا سموها قيد مو قيد. يراد عين التابعة دائما. زين انت شلون توصلين طيب. بنتك يعني احنا نحكي بالمجمل وابنك لمرحله انه واثق من رده فعلك من تعاملك وياه اي يعني هذا اذا هذا مسؤوليتكم ايضا صار من اكو قانون بالبيت اخليهم يوصلون للثقه يعرفون ماما شنو تصرفها يعني خطأ بسيط يعني نفرض يعني ماكو داعي للتعنيف وللرزاله ولل مجرد لما ماتي هذا خطأ هذا لانه رح يجر هيجي أشياء هيجي أشياء هيجي أشياء من رح تشوف التسامح اللي موجود بالخطأ هذا إذا كان كبير أو صغير غصبا عليه رح تصير ثقة عنده. اختلاف العادات والتقاليد ما بين السابق وما بين الآن يعني اليوم إحنا لربما نريد نواكب التطور التكنولوجيا طلعت طب هاي الأمور المختلفة اللي مارسها أغلب الشباب تواجهين صعوبة ويا ماما يعني فتشي فعلا انه دائما عادات تقاليد مثلا تطورنا مثلا هسه كنا صريحين انه احنا لازم كمن احنا وصغار اختلاط مثلا من احنا بالابتدائيه مثلا صحيح. اصدقائنا وما اعرف شنو بس يجي المجتمع يفرض انه لا خلاص انت صعدتي متوسطه لازم ماكو اختلاط بالعكس انا اشوف انه من نختلط راح اعتبرهم اخواني راح نتساعد راح نعرف طبعا الدبلوماسيه هي هي راح اطور على غير موضوع هي تقول لي ايش يعني مثلا يعني يعني احنا مؤسسه مثلا هاي العادات اللي انا ضد اي يعني اللي هي ضد العادات ضد يعني العادات العاده اللي تربوا عليها من زمان او اكو اكثر من انه الحد المتوسطه خلاص ينفصلون البنات عن الولد انت ضدها يزرع مخ جهاله انه لا هذولاك جنس يختلف هذولاك شيء يختلف لان اختلط ميهم لان اتقرب منهم بينما انا اشوف الوضع كلش عادي وممكن نتساعد ممكن نكون اصدقاء ممكن حتى تقل هذه حالات التحرش ممكن تقل بنسبه كلش كبيره لانه احنا راح يكون اكو تشبع من الطالب يصعد يطلع من الاعداديه يدخل كليه راح تفتح عينه راح يشوف اكو اختلاط اكو لبس اكو طلعات اكو طبات راح يشوف كل شيء. شو رأيك في فكرتها اللي هسه طرحتها؟ فكرتها حلوة لكن مجتمعنا ما ممكن أن نطبقيها لسبب واحد. أنا هسه ممكن أدخل وياكم تحدي جيبوا فد ثلاثة أو أربعة من هسه اللي موجودين يعني بالشارع يعني وطرحوا عليهم نفس الموضوع توجه عسل كتفكير كحياة يختلف عن البقية عسل عندها نضوج نوعا ما لأنه عائلتها مطيتها نوع من الحرية الحرية اللي بيها رقابة يعني ليسي فهمي أنه هي حرية ما معناه أنه هي تكون فري تطلع وتروح وتجي ومن هالأشياء لا حرية مع الرقابة لمجرد أنه تحرر الطاقة السلبية اللي عندها أو تحرر الضغوط اللي عندها حتى تكون متفوقة حتى تكون مقبلة على الحياة يعني تعيش مرحلة عمرها. زين أنت شنو رسالتك اليوم لعوائل يعني عندهم بناتهم فنانات بالرسم يرسمن لوحة بطريقة رهيبة جدا ولكنه الله يعني ما أعرف شو نقول حسب الرسالة اللي توصلنا ابتلاها بأب يعني يخاف عليها تروح مدرسها وبطلها صحيح. اليوم صحيح. يعني ايش تنصحين يعني هذا ديجني عليها هذا ديجني على بنته لانه هو وصل مرحله اعتقد هسه هو اب يعني وترى عندنا يعني حالات انتحار بسبب هذه المواضيع يعني انت اذا تنظر للحياه باوع انت من الاثنين يرتبطون بعلاقه ويتزوجون ويكونون اسره وخلفوا اطفال هذول الاطفال هم امتداد لهذا الشيء صحيح زين فانت اكو واحد يقعد من يتذكر الأب والأم تشوفه تدمع عيونه لأنه تركوا حب بداخله حب مع الثقة مع الأمل مع الطموح أنت ما عايش حتى أنا خلفت بنتي حتى تأكل وتشرب وتخلص سادس تدخل كلية وبعدين تتزوج لا الزواج عمره ما يكون هدف. هل أنت واثقة من أنه أمك راح تستمع ليش راح تفادلش الرأي انت تريدي؟ شوف هي اول شيء الثقه منها الي بقراراتي شلون اجتي من قرب
قربها إلي. يعني طبعا هذا القرب ما يجي هيجي، يجي من تفكيرها. تفكير الأهل يكون متمسك بعادات قبل، بينما إحنا هسه عايشين بجيل يختلف أقل شيء 180 درجة عن زمنهم، بعيدا عن السوشيال ميديا. أكو تقريبا السوشيال ميديا موضوع ثاني. فالثقة من أني أظنها واثقة بقراراتي. أنت عارف مثلا سوالف الداتا، مثلا أنا كلش ضد الداتا، مع أنه أني أوبن مايند بس ضد الداتا، لأنه مثلا اليوم من حطيت رسمة على إيدي من يقول أني بعد سنتين هاي الرسمة راح تبقى عاجبتني، فممكن راح أغير نظرتي عن هاي الرسمة. فهي فشي لازق يعني حبر. عسولة، أني أتمنى لك الحياة الموفقية على هذه أفكار وعلى هذا الحوار الممتع، وعلى الجرأة اللي تملكيها والثقة اللي انطيتيها لأهلك. أنا أحييك، وإن شاء الله أتمنى هواي فتيات يقتدون بمشروعك يعني التربوي الأخلاقي. فعاشت إيدك. شكراً لك. شكراً لك ست منى، نورتينا. وأنا عن نفسي استفاديت هواية من حوارك، وإن شاء الله إذا أتزوج راح أمشي على خطاك. إن شاء الله يا ربي. فأني أحييك وأشكرك على هذه العلاقة الحلوة ما بينك وما بين عسل. مهما يكون هما أولاد يعني مني وإلي، أكيد سعادتهم من سعادتي. أكيد طبعا نورتونا اليوم. شكرا طبعا جزيلا. ووصلنا رسالة أيضا لكل العوائل أنه اليوم التربية هي حب ونقاش، ولازم أدعم دائما ابني أو بنتي حتى بالأخير أكون فخورة يعني ربيتهم، واللي طبعا ان شاء الله بالاخير هم راح يخدمون المجتمع. طبعا قبل لا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ارجع واذكركم انه تقدرون تشوفون كل حلقاتنا اللي صورناها بالاسابيع الماضيه، تقدرون تشوفوها خلال شهر رمضان على مواقعنا اللي راح تظهر اسفل الشاشه، واللي هي الانستغرام والفيسبوك وايضا اليوتيوب والويب سايت اللي راح يقوله مصطفى www.صوتالمستقبل.com. مع السلامه. مع السلامه.